بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه غاليه لكل المصريين، اتمنى جميعا تكونوا بالف خير. هنا من استاد الكامب نو، من استاد برشلونه، مع فرحه كبيره، فرحه كل المصريين، فرحه كل محبي محمد صلاح، الراجل الطيب، الراجل المحترم اللي رافع اسم مصر دايما. فخورين بيك يا محمد، ربنا يكرمك دايما وتكون من اعلى الاعلى. النهارده لما يكون صعد الفريق لنهائي بطوله اوروبا فشيء بسم الله ما شاء الله شيء لا يوصف، وان شاء الله منتظرين ان انت تحصد البطوله معاهم. ده هيساعدك جدا جدا بامر الله ان انت تحصل على الكره الذهبيه. هي مش مقتصره على رونالدو وميسي، النهارده العالم كله بيتكلم ان انت بقيت بتنافس معاهم، فده شيء كان ابعد من طموحنا، لكن معاك خلينا طموحنا بقى للسماء. فالحمد لله والشكر لله ان مصر ولاده وفيها ناس تقدر ترفع العالم ده في كل مكان. دايما فخورين بيك، الناس كلها بتتكلم، فشيء جميل جدا ان شاء الله ان انت تحصد البطوله ديت. كل التركيز معاك، احنا كل الدعم معاك ان شاء الله ان شاء الله. وبرده في كاس العالم ان شاء الله هتعمل حاجه، وفي روسيا هنكون معاك. هنا من الكامب نو، من افخم واجمل استادات العالم كله، اتمنى تكون في يوم من الايام تلعب في المكان ده. شيء جميل جدا، شيء مميز جدا، كلنا منتظرين ان بامرك يا رب واحد مصري واحد عربي يكون متواجد كنجم في نادي كبير شكل كده او في ريال مدريد. مش هختلف انا، برشلوني، لكن لو رحت ريال مدريد مش هقول ان انا هشجع ريال مدريد، لكن هدعمك بكل قلبي، ودايما هنكون محبين ان احنا نشوفك في افضل حاله وافضل صوره. انت لسه صغير وقدامك العمر، ان شاء الله ربنا يديك العمر ويكتب لك التوفيق ويبعد عنك اي مكروه وسوء. انت محترم ويكفي ان الناس كلها بتحبك، مش هقدر اتكلم اكتر من كده. اتمنى دعواتكم كلها معانا لمحمد صلاح والليفربول ان هو يكسب البطوله، علشان هتكون نقطه ايجابيه كبيره جدا في ان هو يقدر يحصل على الكره الذهبيه. شكرا خالص، تحياتي سامح غانم من الكامب نو، شكرا، سلام عليكم.